أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما ورد في مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم، ولكن نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يكشف حقائق جديدة عن جريمة وقعت قبل عامين. تقديرات دولية 360 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا وليبيا واليمن. صحيفة عربية تقول إن ثقافة النهب ارتقت إلى مصاف الواجب في مدن يمنية. ومن أخبار صحيفة القدس العربي، بريطانيا تحتاج 200 ألف مهاجر في السنة لتفادي كارثة اقتصادية. أهلا بكم. شغلت كلمة الرئيس عبد رب منصور هادي بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية حيزا واسعا في المواقع الإخبارية اليمنية، وأعادت المواقع نشر أجزاء مما قاله الرئيس. موقع المصدر أونلاين يعنون: هادي: مشروع الوحدة تعرض للتشويه والاستغلال ولن نسمح بتقسيم اليمن إلى دويلات. وفي التفاصيل، نقل الموقع عن كلمة الرئيس هادي بمناسبة العيد 27 للوحدة اليمنية قوله: إن مشروع الوحدة تعرض للتشويه والاستغلال والسعي وراء المجد الزائف والمكاسب الشخصية، في إشارة للنظام المخلوع علي عبد الله صالح، مشيرا إلى أنه لن يسمح للكيانات الهشة أن تفرض نفسها تحت أي مسمى أو تدعي تمثيل البلاد بغير حق أو تمارس العمالة والارتزاق باسم شعبنا وأوجاعه وآلامه. وقال الرئيس هادي: لقد سعينا منذ اليوم الأول لمعالجة الآثار وتصحيح المسار وإعادة صياغة الوحدة على أسس الحق والعدل والخير، وبما يحفظ للإنسان اليمني حقوقه المشروعة في التوزيع العادل للثروة، وبما يحقق الشراكة الوطنية الصحيحة ويضع الوطن على أعتاب المستقبل الآمن. وفي ذكراها الثانية، الموقع بوست يكشف حقائق لأول مرة عن مجزرة هران التي وقعت منذ عامين في مدينة ذمار، وراح ضحيتها العشرات ممن وضعتهم الميليشيا دروعا بشرية أمام قصف الطيران. وقال مصدر مقرب من الحراسة الخاصة لمبنى الرصد الزلزالي إن الميليشيا نهبت المبنى قبل القصف إلى جانب ترحيل جميع الموظفين فيه قبل فترة، مع العلم أن الحوثيين استغلوا الأخبار التي كانت تتداولها وسائل الإعلام حول تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية. يتابع المصدر: تم إدخال العشرات أو عشرات المعتقلين إلى هذا المكان من مناطق كثيرة، بينهم صحفيون والذين تم اعتقالهم قبل يوم واحد من القصف أثناء تغطيتهم الإخبارية في إحدى قرى مديرية الحدا. وكشف المصدر أنه تم رصد تحركات الصحفيين عبد الله قابل ويوسف العيزري إلى جانب الإعلامي حسين العيسي، والذي نجا من الموت في حين قتل الصحفيان قابل والعيزري. اختفى الذين يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. هذا الصنف من القتلة يبدو أطيب من هؤلاء الذين يقتلون القتيل ويحرمونه من الجنازة. هكذا بدأ سلمان الحميدي مقاله المنشور في المصدر أونلاين، والذي قال في أجزاء منه: ليس في هذا تهمة لتحديد قاتل أمجد، بل لصياغة مثل جديد لبعض جنائز المستقبل. كان الخبر واضحا على شريط الجزيرة: مسلح الحزام الأمني يمنعون جنازة الشاب المثقف في شوارع عدن لتتكشف البنية العقائدية المتشددة للحزام. التطرف يعشب وسط الأجهزة الجديدة للدولة، فتوصد أبواب المقابر بعد فرز قلوب الموتى وتمحيص إيمانهم من قبل الحوثيين. لا حوثي في المقبرة ولا ميت يرحب، متفاخرا بشهامة اليمني المطوقة بالتعاسة: ارحبي يا جنازة فوق الأموات. الجثمان المتنور على النعش مثقوب بأربع رصاصات، والمشيعون حيارى. فضحت جثة أمجد وهم حكام عدن، هشاشة الأصدقاء السياسيين، حالة الفصام الذي يحاول أن يخفيه المتحالفون الجدد خلف صداقة هشة يحاولون تغليفها بطابع الانتصاب لانفصال الجنوب. ما هي الفائدة المرجوة من قيادة اليمني إلى الحيرة واليأس وجعله متوجسا من أمر جثته، إذ تبدو الأطراف وهي تتصارع عليه وتثخنه حتى وهو مدرج بالدماء
في انتظار توحدهم ولو عند إهالة التراب. الدين والسلطة يظهران حول القتيل ويغيب الإنسان الضائع الموجوع الذي نفتقده. في قصة جنازة الأم الكبرى لماركيز يظهر كل شيء في جنازة الأم، والأم هي امرأة كبيرة أسطرها ماركيز، سلطتها فوق السلطات، تعين رؤساء وتدعم أحزابا حاكمة. باليمني يمكن أن نطلق عليها شيخ الرئيس. الواقع معكوس في جنازة أمجد، شاب ينشر ثقافة قبول الآخر، سلطته صفحته على فيسبوك، يحرم من تشييع يليق به. البنك الدولي وبحسب موقع الصحوة نت والذي نقل عن موقع الجزيرة نت قدر تكلفة إعادة إعمار اليمن بمئة مليار دولار، وبحسب تقديرات كشف عنها البنك الدولي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي فإن تكلفة إعادة إعمار سوريا وليبيا واليمن ستبلغ 360 مليار دولار أمريكي. وأضاف الموقع أن التقديرات بشأن حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار الدول العربية وخلال الأشهر الماضية تباينت، واستدل الموقع بتقديرات دولية ومحلية تحدث عنها خبراء في مؤتمر عقد في وقت سابق من هذا الشهر حول تمويل خطط إعادة الإعمار، إلى أن تكلفة إعمار البنى التحتية في الدول المتضررة قد تبلغ نحو تريليون دولار. موقع الاشتراكي نت تابع أحد الأنشطة المجتمعية وعنوان تدشين انطلاق شبكة يمنيات في السياسة. قالت التفاصيل: دشن برنامج النساء في السياسة أو دشن الذي تنفذه مؤسسة تنمية القيادات الشابة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصنعاء انطلاق شبكة يمنيات في السياسة الهادفة إلى دعم المشاركة السياسية لليمنيات. وكان ناشطون وناشطات يمثلون الأحزاب السياسية اليمنية الفاعلة ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين قد أعلنوا تأسيس شبكات يمنيات في السياسة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والأنشطة المعززة للمكانة السياسية للنساء. وقالت كافية العفيف منسقة البرنامج أن ما يميز هذه الشبكة في مرحلة تأسيسها أنها شبكة ضمت المؤسسات الفاعلة سياسيا بصرف النظر عن موقعها السياسي والفكري بضرورة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة. عن مدرستين متناقضتين في السياسة كتب في صحيفة العربي الجديد الصحفي الأردني أمجد ناصر وقال: كان كونفوشيوس وأتباعه من بعده يركزون على الجانب الأخلاقي للحكم، فيما ظهرت مدرسة فكرية جديدة ذات طابع عملي سميت الالتزام بحرفية القانون. رأى أتباعها أن الأخلاق لا تتعارض مع إصلاح المؤسسات الحكومية والقانون الوضعي. بدا الصراع شاقا كالعادة بين الأخلاقي والواقعي. الأخلاقي يتمسك دائما بالمبادئ، والواقعي يركز على ما هو عملي. ويخبرنا التاريخ أن الواقعيين هم الذين ترجح كفتهم في صراع كهذا، فقلما تنتصر المبادئ على المصالح. فتاريخ البشرية للأسف هو تاريخ صنعه الواقعيون العمليون لا أصحاب المبادئ والأخلاق. ولكن على ما دار الصراع في البلاط الصيني بين الكونفوشيين ودعاة الالتزام بحرفية القانون؟ على الملح، فقد تصدى أتباع كونفوشيوس لدعاة الالتزام بحرفية القانون عندما طرحوا أمام الإمبراطور مشروع قرار لتأميم الملح. كان ذلك أول عمل احتكاري تقوم به الدولة عبر التاريخ في تأميم واحدة من المواد الحيوية. هكذا ظهرت ضريبة الملح في البلاط الصيني التي سيتردد صداها لاحقا في امبراطوريات جاءت بعدها، كان آخرها الامبراطورية البريطانية في صراعها مع غاندي وحركة التحرر الهندي. وبالعودة إلى بلاط الصين مرة أخرى، نقول إن احتكار الدولة مادة الملح در عليها عائدات كبيرة مكنتها من بناء جيش ضخم وشق الطرق التي جمعت بين أرجاء الصين مترامية الأطراف، بل وبناء سور الصين العظيم. وتحفظ لنا السجالات التي دارت بين أصحاب المدرستين الفكريتين في بلاط الصين جملة اقتبسها أحد مناهضي ضريبة الملح، تقول: لا ترزح أي دولة تحت طائلة الفقر المدقع بقدر ما يحدث عندما تبدو ملأى بالأغنياء. شكلت ضريبة الملح مصدرا ماليا يماثل مصادر الدول العربية الخليجية اليوم من البترول التي يبدد بعضها موارده على الأسلحة وصفقات شراء الأمن.
يسرد موقع المشاهد نت وقائع تتنافى مع كل دعوات تجزئة معاناة اليمنيين وأهدافهم، حيث يلتقي محررو الموقع مع مقاتلين من مختلف مناطق اليمن في جبهة واحدة. وقال الموقع إن أحمد عبد الله أحمد غالب يتمنى أن يعود مجددا لجبهة القتال في نهم بصنعاء، حيث تسببت قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي ببتري قدميه. غالب ينتمي إلى إقليم عدن جنوب اليمن، في حين يتلقى العلاج بمستشفى الهيئة العام بمحافظة مارب جراء إصابته التي أصيب بها أثناء مشاركته في القتال إلى جانب قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس هادي شمال اليمن. يقول غالب للمشاهد إنه يشعر بالاعتزاز لأن قدميه بترتا وهو يشارك في معارك الدفاع عن الوطن كما قال، ويعتبر ذلك وسام شرف له. ويؤكد الشاب ذو 25 ربيعا أن مشاركته في القتال بجبال نهم هو من أجل اليمن شمالا وجنوبا. دعوات الانفصال في نظره ليست سوى حالة طارئة نتيجة الوضع المزري الذي عاشه اليمنيون أثناء حكم علي عبد الله صالح وسيطرة الحوثيين وصالح على السلطة بالقوة. غالب واحد من جرحى كثر ينتمون لإقليم عدن جاءوا للقتال في محافظات شمالية إلى جانب قوات الشرعية، فيما يصطف إلى جانبه جرحى كثر بينهم من بترت قدمه ومنهم من أصيب بشظايا صاروخ أو طلق ناري. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد ونقلا عن الحوثيين عنونت: ولد الشيخ تقدم بطلب زيارة صنعاء. وبحسب قيادي في الجماعة فإن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وفي إطار جولته الإقليمية الجديدة تقدم بطلب لزيارة العاصمة صنعاء لإحياء مشاورات السلام اليمنية وإبرام هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان. وأضاف الموقع نقلا عن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح أصماد قوله أن ولد الشيخ لا يحمل جديدا ولا يبتكر حلا غير ما أملي عليه في عواصم دول التحالف العربي. وأشار الصماد إلى أن ولد الشيخ يحمل معه رسالة بتسليم ميناء الحديدة غربي اليمن للقوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. يتباهى محمد ذو 22 عاما بنهبه مولدا كهربائيا من مستودع حكومي في صنعاء، فيما يعترف المعلم الثانوي بأنه يمنح مدير المدرسة نصف راتبه الشهري مقابل أن يتركه يتفرغ لمهنة بيع القات. هذه نماذج من قصص أوردتها صحيفة الحياة في تقرير خاص تحت عنوان اليمن ثقافة النهب ارتقت إلى مصاف الواجب. وبالعودة إلى من ذكرتهم الصحيفة، تختلف تبريرات عماد ومحمد وهما اسمان مستعاران لما يفعلانه، لكنهما يتفقان على اعتبار نهب المال العام سلوكا غير مشين، وهما في هذا لا يشكلان حالة نادرة بل ينتميان إلى ظاهرة منتشرة في اليمن. تقول الصحيفة وتضيف: منذ اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد على خلفية الانقلاب المسلح الذي نفذته في 2014 ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح ساد الفساد، وفي وقت صار الاقتصاد اليمني اقتصاد الحاجة بامتياز، تستمر حكومة الانقلابيين في صنعاء بتقديم نموذج للحكم لا يقل سوءا عن النظام السابق، علما أنه ينظر إلى ميليشيا الحوثي بوصفها الشكل الأحدث للجماعات المضادة لمفهوم دولة القانون والمواطنة. وتقول الناشطة المدنية نهى مسعود للحياة إن الحوثيين لم يكتفوا بإحياء ثقافة النهب بل ورفعوها إلى مصاف الواجب.
ماذا يعني أن يكون المرء عربياً؟ تحت هذا التساؤل تعيد صحيفة الغد نشر مقال ورد أولاً في دورية ستارت فور لمستشارة وزارة الخارجية الأمريكية أنيسة مهدي، والتي حاولت فيه إيضاح الصورة عن العربي كأمة. ما هو المشترك الذي يتقاسمه العرب بالمفاهيم الأنثروبولوجية والسياسية؟ فإن العربية هي اللغة القومية، اللغة الأم للدول التي تعرف بأنها عربية. وقد كتب محرر صحيفة لوس أنجلوس تايمز الراحل ديفيد لام في كتابه المفصل العرب رحلات وراء السراب أنه في صميم كون المرء عربيا ثمة اللغة نفسها. الأوروبي يعيش في أوروبا والأسيوي في آسيا، ولكن هل يعيش العربي في الجزيرة العربية؟ وهكذا. بعد عقود من النقاش غير المثمر بين العرب أنفسهم، يتفق مفكرو الشرق الأوسط بشكل عام على أن العربية هو الشخص الذي يتكلم العربية، وهي لغة سامية ذات صلة بالعبرية. مع ذلك، حتى اللغة العربية التي ربما يكتنزونها كصلة مشتركة تظل مقسمة بعمق باللهجات المختلطة بالفرنسية في الغرب وبالفارسية في الشرق. جغرافيا، العرب هم مواطنو عدد من دول الجامعة العربية التي تأسست في العام 1945، والتي تضم مناطق عبر شمال إفريقيا وقسما كبيرا من جنوب غرب آسيا وشبه الجزيرة العربية، وهذا جزء كبير من الكوكب. وعرقيا، فإن الناس الذين نسميهم العرب هم بدو وبربر وأفارقة وعرب وشركس، وهم يتقاسمون الحمض النووي مع الهند وأوروبا وفارس والكثير من الأمم على طول طريق الحرير. قد تكون الدول العربية متقدمة أو نامية بمخازن كبيرة من الوقود الأحفوري والمواقع التاريخية للسياح، وربما تكون حريصة على شراء الأسلحة الحديثة ودعوة شركات التكنولوجيا الحديثة للتفكير في إنشاء أعمال لديها، أو أنها ربما تكون اقتصادات ما تزال هشة وتكافح لبناء نفسها بعد سنوات من السيطرة الاستعمارية والاستبداد المحلي والصراع، وربما تكون كل ما سبق. سياسيا، انظروا فقط إلى عناوين الأخبار الرئيسية لتروا كيف تغترب البعض من هذه الدول واحدتها عن الأخرى باضطراد: مهاجمة الجيران، رفض اللاجئين، والفشل في التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع الأزمات الجارية في اليمن وليبيا والعراق وسوريا، ناهيك عن إسرائيل. اهتمت الصحف البريطانية بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، ففي صحيفة الغارديان كتب ديفيد شارت مداري بعنوان ترامب الخبير في شؤون الإسلام الذي تحتاجه الرياض، وقال: إذا كان هناك أي شيء ثابت في البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فسيكون تعيين أشخاص في وظائف لا تناسبهم. وأضاف: الأكثر من ذلك، فإن أولئك الذين يتقلدون المناصب يكونون أسوأ أشخاص يمكن أن يشغلوا تلك المناصب، مضيفا أن ذلك الأمر ينطبق على منصب الرئاسة الأمريكية الذي يشغله ترامب. وألقى الكاتب الضوء على الكلمة التي ألقاها ترامب في الرياض، والتي قال فيها: الحرب على الإرهاب تعتبر معركة بين مجرمين بربريين، مشيرا إلى أن الناس تريد حماية الحياة والعقيدة. وأشار الكاتب إلى أن السفارة الأمريكية في إسرائيل لن تنتقل إلى القدس كما قال ترامب مسبقا، كما أن رفضه للسعودية تحول إلى إبرام صفقة للأسلحة وتعاون دبلوماسي. أشارت دراسة حديثة إلى أن بريطانيا تحتاج إلى 200 ألف مهاجر في السنة كي تستطيع أن تتفادى نتائج اقتصادية كارثية. وأوضحت الدراسة وفق صحيفة القدس العربي أن بريطانيا ستواجه تباطؤا للنمو الاقتصادي على غرار اليابان، في حين لم تتعامل بمرونة مع مصادر اليد العاملة. ويأتي تنبيه الدراسة فيما تعهد المحافظون في حملتهم الانتخابية ببريطانيا بخفض عدد المهاجرين الوافدين صوب البلاد إلى عشرات الآلاف في السنة، وهو عدد غير كافي.
رياضيا، نقلت صحيفة البيان الرياضي خبر فوز نادي ريال مدريد بالدوري الإسباني للمرة 33 في تاريخه، وقالت: أحرز نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 5 سنوات بعد أن فاز على مضيفه ملقى بهدفين نظيفين، حيث سجل أهداف النادي الملكي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 2 من الشوط الأول وكريم بنزيما في الدقيقة 55، وكان يكفي الميرينجي التعادل بغض النظر عن نتيجة مباراة غريمه برشلونة الذي حقق فوزا صعبا على ضيفه إيبار ب4 أهداف مقابل هدفين. وإلى جولتنا المصورة اليوم، بين أهم الصور التي التقطت خلال الأسبوع الفائت والتي نشرتها شبكة البي بي سي نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نبقى وإياكم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، في أمان الله.